الأخبار القادمة على خط واشنطن، باريس، كانبيرا، لندن في الأيام الماضية لم تكن عادية. فمن يراهم العالم على أنهم حلفاء بارزون على ضفاف المحيطات ومن خلفها يعيشون أزمة لا يمكن وصفها بالبسيطة. أما السبب فهو طعنة الغواصات. فماذا حدث باختصار؟ يوم 15 من سبتمبر أطل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة جمعته عبر تقنية الفيديو برئيسي الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والبريطاني بوريس جونسون. هفوة بايدن بنسيانه اسم موريسون لم تكن الحدث الوحيد الذي شغل الملايين، بل أيضا تحالف أوكوس الدفاعي في المحيطين الهندي والهادئ، أي الفناء الخلفي للصين. بتفاصيل هذا التحالف ستزود أمريكا أستراليا بثمان غواصات نووية كجزء من تحالف جديد يشمل أيضا بريطانيا. قد نفهم أن تغضب الصين من هذا التحالف، ولكن لماذا الإليزي؟ لأن هذه الصفقة أزاحت بكلمات قليلة مفاوضات انخرطت أستراليا فيها لسنوات مع فرنسا لتعزيز قدراتها البحرية عبر شراء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل بقيمة 66 مليار دولار من باريس، إلا أن عرض العم سام لا يرد. غضبت فرنسا واعتبر مسؤولوها أنها تلقت طعنة في الظهر وقالوها علانية بايدن يتصرف مثل ترامب، وذهب آخرون أبعد من ذلك معتبرين أن ما حصل هو إرساء نظام جيوسياسي جديد وأن أمريكا وبريطانيا وأستراليا يعملون لأنفسهم. تسارعت التطورات ومعها الأزمة، وأبدى الاتحاد الأوروبي أسفه لعدم إبلاغه أو التشاور معه، وألغت فرنسا اجتماعا دفاعيا مع بريطانيا رغم أن جونسون حاول أن يدغدغ مشاعر الفرنسيين قائلا حب بريطانيا لفرنسا لا يمكن محوه. هذا على خط المواقف، ولكن لنفهم قليلا ماهية هذه الغواصات الأمريكية. تتمتع هذه الغواصات بمزايا استراتيجية، فهي أكثر فتكا، قادرة على التخفي وبصوت هادئ يصعب تتبعه، وتتميز بقدرة أكبر على المناورة ومدى أطول، فيما يمكن أن تبقى تحت الماء لأشهر. وهذه الغواصات ستضع أستراليا في المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول التي تمتلك قدرات تشغيل غواصات تعمل بالطاقة النووية. وفي حين لم تذكر الصفقة ما إذا كانت الغواصات ستكون مسلحة بصواريخ كروز، وما إذا كانت ستكون من طراز فيرجينيا الأمريكية أو فئة أستوت البريطانية، إلا أنها ستسمح لأستراليا أن تصبح لاعباً قوياً في المحيط الهادئ بطريقة قد تغير التوازن في منطقة توسع فيها الصين نفوذها. نسي العالم كورونا وتطورات أفغانستان والملف النووي الإيراني، وركزوا الآن على خط واشنطن باريس، كيف لا، وما بين ضفتي الأطلسي تاريخ من الصداقة القديمة وعشرات الغواصات.